السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في درس جديد على قناة تعلم اللغة الإسبانية. اليوم في هذا الدرس سوف نتطرق إلى لغة الشارع في إسبانيا، أي إسبانيول كولوكيال. في الواقع اللغة الإسبانية التي تعلمناها أو التي نتعلمها سواء في المدرسة أو في الجامعة فهي لغة أكاديمية ورسمية، لكن عندما نخرج إلى الشارع فنسمع عبارات وجمل لم نتعلمها في المقررات والكتب المدرسية ولم نسمع بها من قبل، وبالتالي لا نفهم معناها. ولهذا في هذا الدرس سوف نتعلم بعض العبارات والجمل التي يتكلم بها الناس في الشارع ويستعملونها كثيرا. إذن لنبدأ. لدينا أول عبارة استار أستا لاس ناريسيس، استار أستا لاس ناريسيس، أي معناها سئم يسأم، سئم يسأم. مثال لذلك: Estoy hasta las narices de esta situación. Estoy hasta las narices de esta situación. أي سئمت من هذه الوضعية. سئمت من هذه الوضعية. عبارة أخرى: Tomar el pelo. Tomar el pelo أي مزح يمزح. مثال لذلك: Me estás tomando el pelo. Me estás tomando el pelo. هل تمزح معي؟ هل تمزح معي؟ عبارة أخرى: Poner los cuernos. Poner los cuernos. أي خان يخون. مثال: Ha puesto los cuernos a su mujer. Ha puesto los cuernos a su mujer. أي لقد خان زوجته. لقد خان زوجته. عبارة أخرى: Darse una leche. Darse una leche. أي تلقى ضربه. تلقى ضربه. مثال: Se dio una leche en la cabeza. Se dio una leche en la cabeza. تلقى ضربة على رأسه. تلقى ضربة على رأسه. عبارة أخرى: Estar de mala leche. Estar de mala leche. أي كان في مزاج سيء. كان في مزاج سيء. مثال: Ali está de mala leche. Ali está de mala leche. أي علي هو في مزاج سيء. علي هو في مزاج سيء. عبارة أخرى: Dejar plantado. Dejar plantado. أي تخلف عن الموعد. تخلف عن الموعد. مثال: Carlos me ha dejado plantado. Carlos me ha dejado plantado. أي كارلوس تخلف عن موعده معي. كارلوس تخلف عن موعده معي. عبارة أخرى: دار كانيا. دار كانيا. أي أسرع يسرع. مثال: Si no te das caña,
No podrás terminar este trabajo. Si no te das caña, no podrás terminar este trabajo. أي إن لم تستطع أو إن لم تسرع فلن تستطيع إنهاء هذا العمل. إن لم تسرع فلن تستطيع إنهاء هذا العمل. عبارة أخرى: ponerse las pilas. Ponerse las pilas أي استعد يستعد. مثال: o te pones las pilas, estudias o suspenderás. O te pones las pilas, estudias o suspenderás. أي إما أن تستعد وتدرس جيدا وإما سوف ترسب. إما أن تستعد وتدرس جيدا وإما سوف ترسب. جيد، إذا كان هذا درسنا لهذا اليوم. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم.